دعوة الكويت والسعودية لإيران للتفاوض ليست جديدة، هي من الستينات القرن الماضي، وإيران ترفض الجلوس مع الكويت والسعودية على طاولة واحدة. ما تريده إيران أحيانا، تريد أن تجتمع مع الكويت لوحدها، نعم ولا تريد أن تكون السعودية موجودة في ذات الاجتماع أو في ذات الوقت والمكان للاجتماع. هذه حقيقة وهذه جزئية. أيضا الجزئية الثانية، أن هناك أمور يجب الاتفاق عليها قبل الجلوس على طاولة الاجتماع مع إيران فيما يخص إيران، لكن فيما يخص الكويت قد نعم تم الانتهاء من هذه الأمور. وأعني بذلك أن يجب الاتفاق أولا على الجرف الغربي، والذي يعرف بأنه الجزء من اليابسة المغمور في المياه. إيران لا تريد أن يعني أن تحل هذه الإشكالية، والسبب في ذلك إذا تم حل هذه الإشكالية لن يكون لإيران أي حق في حقل الدرة.